الفلسطينية الأولى انتفاضة الحجارة سميت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها المقاومون ضد الجيش الإسرائيلي. بدأت الانتفاضة يوم 8 كانون الأول عام 1987 وكان ذلك في جباليا في قطاع غزة، ثم سرعان ما انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين. يعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة لقيام سائق شاحنة إسرائيلية بدأس عدد من العمال الفلسطينيين على حاجز إيرس الذي يفصل بين قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية. أسفرت الانتفاضة عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف من المواطنين. هدأت الانتفاضة في عام 1991 وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.